bezerro. O bezerro. طبعا من قروني راح استخدم منتجات كلكم عندكم في البيت. يلا نبتدي. فاونديشن اغمج منك بدرجه، ولو كان رايح على اصفر احسن واحسن. كونسيلر فاتح وغامج، ندمج الكونسيلر الغامج او اللي نفس لون بشرتنا، بعدين الفاتح ونحطه بهذه الطريقه وندمج، بعدين نجيب كونتور شوي رايح على يالو ونحط منه كميه، الا عند الخشم قللوا الكميه. نسوي هذه الحركه فايف من فوق. نجيب برش متوسط وندمج، طبعا حاولوا انكم ما تنزلونه وايد على تحت، دمجوا على فوق. من هاي المنطقة نرفعه على فوق وبعدين شوية ننزله على تحت. ندمج الخشم طبعا تدخلونه لتحت الحاجب، هني تسوون هاي الحركة. نرجع للكونسيلر الفاتح ونحط هني ونزيد شوية هني هني، نسوي هذه الحركة. كلين براش وندمج، راح نثبت طبعا، راح تسوين هاي الحركة وبعدين تطبطبين، يبقى في السبونج تمشينه على الوجه. وطبعا هني راح نثقل عشان يعطينا كات حلو. ندمج اللي حطيناه فوق العين، كمية لوس باودر خفيفة، ماي فيفورت باليت. درج الألوان لين نغمجها. شوفوا في البداية غمجنا حبة زيادة، نغمج زيادة أكثر. طبعا راح نغمج هني اللون الابيض. واو شوفوا ايش كثر قوي. تقدرون تمدون اكثر وتقدرون تحطون كميه بسيطه هني. تبون تحددون هني نفس الشيء. تحمست حق النتيجه، ودي اسوي نفخه العين، فراح اسوي هاي الحركه، كحل ابيض وحتى من داخل. يمه برش ضعيف، وراح احط اكثر هايلايت احبه. والله اخلص العين راح اثقل شويه الالوان اللي حطيتها واثبتها اكثر بالباودر. وقت الخشم كيوت، لون بني، حددت بكحل بني وشوفوا ايش حالات النتيجه. والحين نلون الشفه الفوقيه بس بالبني، وافضل ان احنا نحط روج وندرجه شوي على تحت. مسكره، مالك خلق ايلاينر حط رموش، واذا مالك خلق الاثنين مدي الاي شادو. الدوتس راح اسويهم بقلم ابيض. ويت، قبل هاي الشيء احس اني انا خاطري احط تنت هني كلاس. يلا نرسم الدوتس. انا عارفه ان ايش تبين تغمجينها، حطي لون ابيض شوفي شلون تصير اقوى. قبل اكمل الباقي راح استخدم من شي ان هاي القلم الابيض واحط الصغار. كيوت، احس مديتها لهني كفاية، ما ودي امده زيادة. بخلص النقاط وبيكم تاتا. والله ان اللوك خطير. تدرون ان قبل سنتين سويته حق وان اوف ماي كلاينتس في هالوين؟ الحين نقدر نشغل غزالة ما ينصادي.